بعدما وصلت أصداء انفجار بيروت إلى كل العالم، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إرجاء النطق بالحكم إلى 18 من آب الجاري. هذا الانفجار الذي استهدف مجدداً حلم ومشروع رفيق الحريري استهدف بيروت التي تنتظر بعد 15 عاماً العدالة للشهداء. انتظرت الناس من 15 سنة لليوم عم افتش على الحقيقة باغتيال الشهيد رفيق الحريري، وتشاء الصدف أو غير الصدف الحدث عم يجي مترافق مع شغلي من أكبر الأحداث المشابهة لاغتيال رفيق الحريري اللي تعرضت له مدينة بيروت، وبقصد فيه الانفجار اللي حصل بمرفق بيروت. الانفجار عم يستهدف مجددا رفيق الحريري، عم يستهدف مشروع رفيق الحريري، عم يستهدف حلم رفيق الحريري، ومتمنين انه تكون المحكمة ما عندنا شك بالعدالة، بس تكون عن حسن ظن الناس وتكشف الحقيقة. في كل جامعة وفي كل شارع، في كل مستشفى وفي كل مكان، الشعب اللبناني يتذكر رفيق الحريري. 15 عاماً لم يغب يوماً عنا وكأنه استشهد أمس. بهذه الكلمات استعاد ذكريات رجل الأعمال الصيداوي عدنان الزباوي، وهو الصديق المقرب للرئيس الشهيد رفيق الحريري، ليسرد لنا نشأته في صيدا ومسيرة حياته. أهله بيوا بستانه، أصحاب البستان عاطينهم أوضة أو طين صغار من حجر عادي رملي يسكنوا فيهم العائلة، أبو رفيق وأم رفيق ورفيق وبهية وشفيق، عائلة بالعدد ما كبيرة. هون نشأ وهون ربي بهذه البيئة، وهون انتمى لمدرسة بعد موجودة، مدرسة المقاصد، كان اسمها مدرسة فيصل الأول. هنيك كان عم يتعلم رفيق الحريري بمرحلته الأولى، هي مدرسة مجانية لثانوية المقاصد. إمكانياتهم كأهل ما كانت تسمح لهم يحطوهم بالمقاصد دغري. من أولى قضاياها كيف ينصف المدارس اللي تعلم فيها. عمل بدل مدرسة فيصل الأول مدرسة اسمها عائشة أم المؤمنين مجانية كمان كانت، لما أخذ شهادة الثانوية العامة، يعني المرحلة هون الابتدائية والتكملية والثانوية، ليدخل على جامعة بيروت العربية، وتشاء ظروف العائلة وظروف الأهل إنه ما قدر يكمل إلا لثلث سنة جامعة، يترك شغله ويروح دغري يسافر على السعودية حتى يقدر يساعد عائلته. يعني حتى ظروف العلم ما تيسر له كله سوا بشكل متكامل يكمله هون. فكان هذا هاجس، كيف يخلي أبناء الطبقة الفقيرة والطبقة الوسطى يأخذوا حظهم بالتعليم، تحت عنوان واضح إنه البلد ما بيكبر وما بينمى وما بيتغير إلا إذا أولاده تعلم. ففتح الباب لكل الناس وبشكل مبكر، يعني من بداية القصة بلشت بنص السبعينات، 78-77 عمل مؤسسة الإسلامية للتعليم، عمل مركزها هون، وكانت أخته ست بهية خرجت دار المعلمين سلمها هالمسؤولية، وبلشوا يعطوا قروض ومنح. وبعدين طبعا تحولت لمؤسسة الحريري للتعليم العالي، وأخذت توجه علمي ما بعتقد في حدا بتاريخ لبنان أو بتاريخ المنطقة كلها
قدر ياخد هالتوجه التعليمي. بدي شوي هيك اعرف شو صفات رفيق الحلالي، شو كيف شخصيته كانت عن قرب؟ شخصيته مالت للعطاء بدون حدود. التعليم جزء منا، اخذ هاللبنانيين ووظفهم ولاد الصيدا ولاد المناطق ووظفهم. اكثر من هيك شعوره وزياراته لاساتذته اللي علموه بمدرسه فيصل، حتى في منهم جابهم كانوا كبروا ووظفهم بمؤسسات بصيدا حلو. المرضى فات يفوت يدعمهم محل ما هن مرضى. هذه شخصيه الانسان المعطاء الكريم، الوفي لاصله، الوفي لاساتذته، الوفي لرفقاته، الوفي لاهله كلهم. البلد هو عم يكبر، كان البلد علقاني بحرب، حرب الاهلي. وهو صحيح نشا من بيئه جو الوطني اساسي، جو القومي العربي، هيك نشا انتمائه العربي وانتمائه الوطني. عمل هالمعادله اللي دخل فيها ليساهم بوضع حد للحرب الاهليه. لليوم نحن عم نعيشه اللي اسمه اتفاق الطائف. طبعا العيب باتفاق الطائف انه ما حدا قدر يطبقه بكامل اقسامه واجزائه، ويمكن هلا بعض اللحظات بنقول لو يتطبق اتفاق الطائف ما كنا عم نشوف حالة هالبلد اللي عم نشوفها كل يوم كل لحظة. يا ريت رفيق الحريري موجود، لكان يعني كأنه رجل المعجزات، وفي كثير من المواقع كأنه رجل المعجزات كان يتصرف فيها. ساعات قليلة تفصلنا عن صدور حكم المحكمة الدولية، فللعدالة يومها المجيد، وفي 18 من آب الانتصار الحقيقي.